منكم وإليكم والسلام عليكم، منكم وإليكم والسلام عليكم. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله مرتاحين ومبسوطين. عظيم جدا. انتم طبعا دائما كنا نحكيها ودائما رح نحكيها على طول باذن الله، دائما الجمهور هو ملك الحلقه وملك اي برنامج، هو سبب نجاحه الاول والاخير دائما. فنحن هلا حاطين هالحلقه هي بين ايديكم مثل العاده، ان شاء الله نكون ناجحين فيها، وان شاء الله انتم ترضوا عنا بالدرجه الاولى، حتى الناس بالبيوت ترضى عنا من خلالكم. ومعنا طبعا فرقة النجوم بقيادة نجم الموسيقى بسوريا الأستاذ هادي بقدونس.
هي 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 شكرا شكرا لفرقة النجوم وشكرا للأستاذ هادي بقدونس. الكاميرا الخفية سافرت للقاهرة. جمال شخدوحة عمل رجل أجنبي، وزياد بنفس الوقت كمان عمل رجل ما له علاقة بمصر، هو كمان يعتبر ما له مواطن مصري، هو من سوريا. فاثنين سواح لكن كل واحد له جنسية مختلفة عن الآخر. هذا سوري من الشام، وهذاك ابصر انه جاي من بلجيكا او من شيء محل اخترعه. لنشوف شو ساوى مع سايس الخيل، نتفرج مع بعض. مرحبا، انا عجبني هالحنتور. تفضل. عاوز اخذه نص ساعة. شاب سايح امريكي جاي من برا. جاي من برات مصر. شو قلت؟ عجبه العربيه، عجبته كثير. شو كمان؟ جاست بس تصور انا هلف. هو هلف. ايه هو بده يلف فيها هي، بس انا لا، انا بدي اطلع فيها. نو اي ام لا حاسب 35 انا بعطيك 40. أربعين. I'll pay you. I'll pay $50. يعني بدي أعطيك $50. By half an hour. Half an hour. حلو. نص ساعة. Yeah. خلاص كم أنتوا الاثنين؟ ما اطلع معه. I am alone. ما بده حدا يطلع معه الأخ. أنا أمشي الاثنين ورا بعض. أنا بالنسبة لي. Please would you? Please. كذا وأمشي ورا بعض. تركب أنت العربية دي؟ لا أنا بدي أطلع بهاي. أنا جيت قبله. This horse for me. خذ عليك أستاذ. What do you please? What do you want? شو عم بيقول؟ شو الطوبة دي؟ شو عم بيقول؟ شو الطوبة معك هو؟ مو معك. Please get him away. No. هو عنا. No 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 no. Okay okay. No 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 no. Okay. Okay. ما بدي. No. أنا بدي أطلع. أنا أخي خذ تعال إلا. No. I am alone. ما بدي، انا بدي اطلع بهذا. هي 40 جنيه. اذا انت قديش بدك تدفع له؟ قلت له $50. حلو، بده يدفع $50. اوكي. وانا كمان، وانا كمان $50. بس طلعني بهذا. نو جيب اخي بعد. خد عليه. 1 minute. استنى، انا بعرف احكي عربي. استنى انا بحكي عربي. هو له 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 1 minute. اوكي. قلو قلو 1 مينت قلو. استنى بقى انت شوي بقى، خلينا نسترجع الصوره. لا انا بيطلع بهاد. اوكي 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 مان جو. اوكي This horse for me. I will pay $100. اوكي اوكي. عجبها؟ كم داون؟ سيبه بقى. كم داون؟ تعرف شو بده؟ بده يعطيك $100. ايوه خلي انا نسيت. تعطيني شيء منهم؟ ادي لك منهم بس. ادي لك اللي انت، ادي لك $20. $50. اوعى بس، اوعى بس ادي لك. $50. ايوه. يلا. اوعى. بس انا ما بحسن بنزل خلص، انه كمان. اوعى بقى، خلينا نركبه نسترزا بقى. كم اون بليز. لك قال حصان وهان. ايوه ايوه. مو حصانك، شو حصانك؟ It's my horse. خذ حصانه. ايوه ايوه. هي.
هي هي. اوكي اوكي اوعى يا عم. سلام والله فهد بالله ما نزلك الا اذا طلعت. اي تعال من هنا تعال من هنا تعال من هنا بس عشان السرد او هذا اخذك ثاني. خليني انا ما بقدر قاعد. بس هقول لك. اوكي. طيب يطلع جنبي حبيبي يطلع جنبي. نطلع هون. جيبه 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 ناديله 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 جيبه جيبه ها؟ شو؟ اوكي. اي قول له اوكي اوكي قول له اوكي ناديله. اي جمال تعال هون قول له قول له يا عم طول بالك بقى عشان ترش مني. هات هات 20 دولار ها جايبه ودي لك والله هلا هلا ما في والله ما هلا ما في هلا 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 قبل ما يمشي لا ما في ها زلمتي يا عم نو نو ما بيطلع مع حدا الاخ يا عم جاي طيب مثل ما اتفقنا اهو ايوه والله العظيم ايوه والله طب بس انا انا هدي لك ما انا معايا طيب اما اجي بالظبط 40 جنيه ما فيش اتدين اتدين 40 جنيه حول الله يا رب يا عم طول بالك بقى عشان هي ما تطلعش رزقنا نو اي وونت يا عم عايز هنا بقى ما تدفعش رزقنا بقى احنا معانا عيال كده حرام عليك This is a very strong horse. عجبه الحصان خد بقى تعال نطلع وراه برضه تعال انا عجبني هذا الحصان كمان هدي لك اعمل لك لفه ثاني وبحاسبه مو اتفقنا على الموضوع اي بس تعال ما انت هات 40 جنيه يا عم لما اجي ما تدفعش رزقنا بقى هو بده يدفع لك 100 دولار اعطيني 40 جنيه يا عم لما اجي اديك 40 جنيه ايه شو بيضمن لي اجي طيب انا بدي اطلع عندي شغل انا بدي 40 جنيه لانزل هلا صار لا اذا بدك تاخذه ب 100 هي وونت 40 جنيه فور كم داون كومونيشن يعني كومونيشن اه خليني بقى استرزق دي انه طيب اعطيني شيء يا اخي انزل بقى ما اعطيني اي شيء اي شيء اي شيء يا عم انزل بقى ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو اي دونت وونت عبك انت كده يعني انت لا هتركب ولا هتعمل هتقطع رزقنا ثانك يو لا تركب هنا اركب هنا ما يجي ناديله 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 اسمه انت عبك كده انت ولا انت هتركب ولا هو هيركب بص تعالى يا عم ما تتمسكش معايا خلينا هي هي اللفه اللي هداك ما بدنا اياها مش على كده بص هو ده اللفه اللي فاضله يا عم ادي لك رزق ايه خلينا استرزق بقى كنت هتركب انت هتركب هو هيركب هيركب يا عم خليه يركب بقى طيب يطلع معي شوف هي مش عايز اطلع مع حد هو طيب انت فهمان علي انت عايز تطلع مع حدا؟ يا ما بده يطلع مع حدا معك؟ لا خلاص لا. استناني هنا لما اجي اعطيني 40 جنيه انزل يا عم انزل يا عم انزل يا عم ما تخليش نكبر بقى عايزين نستنى طيب انا اوكي انا بطلع قدام انت اطلع على المقعد الخلفي اوكي ها اوكي انت خليك هون بات 2 دولار I'll pay what 2 دولار I'll pay بس دولارين يعني because he is with me يا عم انت هتركب لا امال ايه اعطيني 40 جنيه وخلوا 40 جنيه انت تعمل عليك ومشي اعطيني 100 دولار انت هتركب لا خلاص انزل بقى هلا قد ايش بتعطوني لانزل اعطوني فلوس لانزل من ال give it some money to come down ايه صح انت عايز ايه فلوس انا هدي لك اما اجي هلا ما معيش طيب بقول لك اما اجي I'll pay him اوكي how much 20 20 ايه باوند يا سكاكر يعني 20 باوند I haven't. Give it change. Give it change. Give it 50. Give it change. شو هالسياح هذول؟ Okay. This is 20 pounds. خلص لا 20 شو 20؟ 40 40 فور يا عمي ما تاخذ بقى بدي 40 شو؟ 40 40 40 ايه؟ 40 يا عمي انزل خليني استرزق بقى هات 40 جنيه كده الضحك بتاعك ده انت تنفذنا عيب عايز استرزق انا يو ار سو 40 باد مان كلمة ثانية بسويهم 50 ها نو خلاص جيب ات جيب ات فور ماي 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 ماني نو ماني ذيس نو درايفر هو از ذا درايفر هو از ذا درايفر مي هيز ذا درايفر يو ار ماي ماني لا انا هدول الي كومبينيشن كوميونيكيشن ايه والله استعلامات يعني يطلوا الصيادي والكاميرا تلمع عنا مقلب مثل العاجح لواو مدلع من
حارة لحارة عم يلحقوا بالصيادة، من حارة لحارة عم يلحقوا بالصيادة. وحياة عينك يا هالكاميرا أنا مستنيكي حتى آخذ شي كم لقطة وإتباهى فيكي. وحياة عينك يا هالكاميرا أنا مستنيكي حتى آخذ شي كم لقطة وإتباهى فيكي. يا ويلي إذا كان المقلب خفيف نظيف ومرتب، من حارة لحارة عم يلحقوا بالصيادة. استفزاز اللي حصل لسايس الحنتور كان قائم من جهتين، الجهة الأولى قصة المال يلي كان بده يدفعه أكتر، الأمريكي بده يدفع بالدولار، وبأنه زياد سحتوت بازره لأنه يركب، فقال له أنه بيركب هو بأربعين جنيه. بعدين وقت اللي شاف أنه الأمريكي بده يدفع مية دولار طلب هو أربعين جنيه عمولة، سماها كوميشن، هي عمولة لا ياخدها. برأيك أنت زياد معه حق؟ أكيد لا. كيف لا؟ يعني مشان شو لا؟ لأنه هو بده يركب مثل ما سايح بده يركب، ما المفروض ياخد عمولة؟ مو المفروض ياخد عمولة، طبعا مو المفروض ياخد عمولة، بس هو وقت اللي اجا واحد كان من حقه زياد هو اللي طلب بالأول يركب بالحنطور، مزبوط؟ ايه مزبوط. يعني من حقه ولا لا ياخد عمولة؟ لا مو من حقه. شو رأيك انتي؟ ياخد، لأنه فضل الأجنبي على العربي، يعني مشان المصاري. يعني انتي ما تكوني بموقع بتاخدي عمولة كمان؟ باخد. لك رأيي؟ تفضلي. عفواً أستاذ عباس، إحنا نسينا نقطة، لو حللنا المشهد تحليل نفسي فكان قصد جمال هو ما بده يطلع زياد قبل منه، وبنفس الوقت إثارة طمع للسايس. شكراً والتحية لسايس الحنتور. الآن رح نشوف ظاهرة بالشام، باعتبار الأستاذ إبراهيم اتضايق من موضوع إنه الكاميرا ليش راحت على القاهرة. إحنا عنا بالشام مجموعة من المشاكل فينا نحكي فيها أكثر، ولقى إنه زياد وجمال انكشفوا فراحوا لجأوا للقاهرة باعتبارهم غير مكشوفين. الآن رح نساوي مشهد بالشام وجديد، ومع إنه زياد غير مكشوف لنشوف شو ساوى. بنت واقفة على باب كلية الآداب أو كلية الصيدلة أو أي كلية في الجامعة، والدنيا مطر وهي حاملة بإيدها شمسية. انت ما تكوني بدالها حامله بايدك شمسيه والمطر نازل عليك واجاكي واحد بده يتخبى معك تحت الشمسيه، بتسمحي له؟ اسمح له، امر عادي، لان صارت معي قبل المره. وسمحتي له؟ سمحت له عادي. طب اذا اخذ الشمسيه وراح؟ لا تخنا يعني. شو بتساوي؟ ما بعطيها. اذا اخذها امراه؟ ما بسمح له بقى يوقف بالمره، اذا بده ياخذها طبعا لحاله يعني. انت اذا كنت واقف انت تحت المطر بايدك شمسيه واجت بنت بتوقفها تحت الشمسيه؟ موقف. ليش؟ حرام يعني تكون مبللة. حرام؟ بس لأنه حرام؟ يعني بلا أحراج. زياد وجمال راحوا على لا زياد ومعه بنت هالمرة على باب إحدى كليات الجامعة وتحت المطار، وحاولوا يعملوا موقف تحت الشمسية مع إحدى فتيات الجامعة. لنشوف مع بعض شو حيساووا بالشمسية. ممكن وقف تعمل معك تحت الشمسية؟ شكرا. أحبت هوا كثير. أيوه إيه؟ بدك تمشي لقدام؟ عم يجي هلا بيجي. مرحبا ريمو. أنا مهند. هلا. تمام. نعم؟ الحمد لله منيحين. حطونا معكم نستنى الباص. نستنى الأنسة والله. بعد إذنك، حضرتك تحت الشمسية؟ بس اكيد انه مو معقول المطار قوية. شايف على سعراتها؟ معقول؟ يبدو قوية شوي الهواء، انا بمسكها اقوى ايدي معلش. ما سمعت. شو صار معك ريما انت؟ ما صار شيء، رفضوني الجامعة ما عم يسجلوني. لا، شو بدي اقول لك؟ قول لي. اسمه؟ ابو ناخذ لسه بس كلمة احكي لك كلمة اذا تريدي. اذا اي طيب ها؟ ايه شو بتقولي له؟ قول له خلص بس لحظة نكمل حديثنا، اذا تريدي نكمل حديثنا.
اذا طلعت يعني ها بس لحظه بس نكمل الحديث اذا بتريدي انه وتر مو معقول يعني بدايه علي الوتر طيب لا بس شوي نحن اثنين انت وحده اذا بتريدي بس لحظه شوي لانه الهواء قوي وغليظ كثير غليظ الهواء والمطر انت هلا شو بدك رح تاخذي الكتب لما ما حتاخذيهم اليوم لا ما حيعطيني ما حيعتذرني لا ما حيعتذرني نهائيا وقلت له ابو حميد بسلم عليك وكذا بس لحظة شوي مطر مو معقولة كثير عم تزعجني المطر خايف على سعراته إيه ما اسمع اجت سيارة تبع البابا ما اجت سيارة بابا مطر يعني معقول الحد مو معقول مطر كثير عم تزعجني اذا مبلوا شعراتي مشتني انا يعني اذا بتريدي بس شوي معقول بس انا احنا اثنين يا اني سيارة والله ايش عامل لك والله طولي بالي طيب معلش ممكن اديك الكاميرا خفية ام اي سين عين جي تو 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 اللي شوف الطقس الصبح ما بيقول انه اليوم في هالبرد هذا فجأة يعني عن جد امبارح شفتي رغم انه حتى نور درجة حرارة 17 كان شوب كان شوب بس اليوم الصبح كان جو لطيف فجأة قلب نسيلك يا ربي وين طالع؟ طالع على البيت عم استنى سيارة بابا ولسه ما اجى هاي ريمو هاي وحميد كيف هيك؟ تمام خير؟ شفتي سيارة بابا وانت جاي؟ لا ما اجى ما اجى؟ شو صار معك مشان الغسالة؟ قلت له لبابا عليها قصة قلت له لبابا عليها بس ما بعرف يوه شو صار معك؟ معلش حط راسي عشان شعراتي ها؟ شو صار مشان الغسالة؟ قلت له لبابا اشوف لك اياها بالمعمل معلش من باب الذوق اني امسكها عندك معلش ما بدي تعبك لو سمحتي مدموزيل ايه وبعدين؟ ما بعرف قال لي مشيت لك الموضوع يعني ما جابوا له هذا العنفه تبع الغسالة؟ ما جابوا له لا والله يمكن قال من شو اسمه؟ القواعد تبع الرجلين عم تهرب مي ايه طلع ما بتعرف تصلحها انت صلحها مشان شو اسمه؟ المطبخ صلحوا النجار؟ ايه صلحها ركب لك اياها بالبيت لا ايه ومشي الحال؟ مشي الحال ايوه وهديك الشغلة اللي طلبتها من أبوك شو صار فيها؟ مشي حالها ايه بيقول لك نعم لحظة شو صار مشان قال لك شيء؟ لا ما قال لي شيء قال لك شيء؟ لا ما قال لي شيء ما قال شيء؟ لا ولا أبدا ولا شغلة؟ ولا أبدا طيب بعد ما رحتوا على هذا شو صار؟ صارك ما رح يتأثر علي مثل شعري يعني لو سمحت بس سيئة لأنه المطر ممكن تزعجني المطر يعني ولا تزعجني كمان يعني ولا تزعجني طيب أنا مقربة لعندي كمان سلامتك بس خلي عنك معلش من باب الذوق إني أمسكها عفوا أنا من باب الذوق إني أمسك الشمسية شايفة كيف؟ قلت له أنا خذ القواعد وديه للمصلح إذا ما بدي أصلحهم يصطفي انت برأت ما عنده شيء؟ انا قلت بيني وبيني انت الكاميرا الخفية شيء؟ لا 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 لو سمحت ما عم نمزح عم نحكي جد في موضوع خاص اذا طب اخي عم تحكي جد عم تحكي جد عم نحكي موضوع كثير مهم اذا بتريدي شايفة كيف؟ نعم سووا القواعد وتمشون وعلى الاغلب يعني ايه اخي اعطيني تمكيتي لان انا مقرب ومو متحمل المطر وبعدين نحكي الموضوع اللي بدها فيه حديث كثير خاص لو سمحتي يا اخي اعطيني شو ابوها طالب منه طلب يا اخي طيب شو عليك انا ها طالب من ابوها طلب بده يلبي لي اياه انت لازم تسمعي كل شيء عني وعنها استغفر الله العظيم في شغله بدي احكيها ما بدي حدا يسمعها هو عليكم كاميرا هو يلا بحكي طيب حنورجيك الكاميرا يا اخي اذا بدك شوفي يا ريت ال اي سي 9 جي 2 ال اي سي 9 جي 2 يا عيني شو بدي اقول لك؟ سويتي شيء مشان لا والله يعني عم تدرسي ولا ما عم تدرسي؟ ما عم بدرس لا ايوه قفشنا شو بدنا نمسك الثانية بقى؟ امسكي هي انتي عفوا بالله بس من باب الذوق اني امسك انا الشمسية عنك كمان ايه صار مشكلة بالنسبة للموضوع عرفتي كيف؟ ايه قلت له لخالي انا كله لخالي هذا ضحك أخي ما أقول إذا هذه الشغلة بطريقة صح بصير ما في مشكلة طبعا الهواء قوي مو ماكنة الشمسية تبعكم ها؟ سوي
اسالك سؤال بس. هلا طلعت على شو اسمه يمشي الحال ما بين خلي ابوك يسجلك بجامعه اللوفر بباريس مع انه لا هو بفضل هيك هيك خلص ما نكون بس قاعد ناكل يا صبايا بس في حديث خاص عم بحكي انا وزميلتي عادي تمام بس توقفوا تاكسي قولنا ضعيف ايوه انت شلون؟ ايه شو في حديث نحكيه هلا؟ ما بعرف ايش قلنا شو يا جماعه؟ كثير ولا يبدو لي عرفاني شو يمكن مؤلن الشماسي ملاقينه اللي ايه انسه؟ بدي اسالك والله يعني الشماسي مو الكم هدول؟ ايه شفتكم كثير مستغنين عنه يعني وكانه انه يعني ما في مو الكم؟ لا قلنا ما شفتهم باب الزقني انا امسكها على كل حال نحن حبينا نمزح معكم ومعكم الكاميرا خفية شفتك مرة متعدية تسلي بالعقول في زينك يا كاميرا خفية على فكري مشغول في زينك يا كاميرا خفية على فكري مشغول شفتك تتمشي بحومتنا راعي ورد محبتنا والضحكة حلوة داوتنا صلوا على الرسول والضحكة حلوة داوتنا صلوا على الرسول نوقف مع فقرة غنائية اللي حنستضيفه بالفقرة الغنائية الآن مطرب كلكم تعرفوه مطرب صار له زمان بيغني لكم وصلكم زمان بتزفقوا له مطرب قد ما حكيت عليه التقديم دائما بيعمل تشميع لاسم المطرب أو اسم الفنان اللي لازم يقدم لكن أنا باعتباري فنان قد ما قدمت أنا بعتبر أنه اسمه لحاله حامي وصوته حامي أكتر عصمت رشيد معكم الآن بالفقرة الغنائية اهلا وسهلا فيك يا استاذ عصمت اهلا وسهلا الاستاذ عصمت رشيد دائما في الى في لاغاني وقع محبب وايقاع محبب من اول ما بلشت اغانيه بالنجاح وهذا قديم جدا كان بلش يحس يكتشف انه في ايقاع معين عند الناس هي اللي بتحبه هيك بعتقد فحافظ على حاله من التطور انا برايي اللي ما كان سريع فحفظ نفسه أكثر وضلت محبتكم له وضل احترامكم له أكثر أول أغنية برأيك الناس وصلت لها صح لعصمت رشيد أول أغنية كانت بحبك كل يوم بحبك كل يوم أكثر من كل يوم هي كانت بأول الشريط هي اللي أعطتني تقريبا هوية عصمت رشيد يعني اللي خلتني أنا صاحب أغنية في لون محدد الهوية تبعي اللي أنا لازم أغني منها كانت بحبك كل يوم يعني الخط اللي لازم أمشي فيه تعتقد إذا المطرب تجاوز لونه في حالة من الحالات بشكل له خطر؟ أكيد بشكل خطر لأنه بتجاوز حدوده فكل شيء بيزيد عن حده بينقص قالوها هلأ بشوي يمكن كل أغنية يجب أن تحمل حكاية فهل في كل كلمات أغاني عصمت رشيد حكايات؟ أكيد ليه تشكي من الدنيا ورد وليه دمعك يجري على الخد افرح وغني وعيش متهني الدنيا ما بدهمش الحد إذا مو صحيح قالوا لي صح صح جميل جدا نحن بنحاول نكسر الحاجز ما بين الجمهور والفنان لكن ليس معنى هذا أنه نوقع بمطب المحاكم أو شيء إطلاقا عصمت رشيد محبتكم له أكبر من أي سؤال لكن دائما الإعجاب
بيخفي وراه عند الفنان خوف مش على نفسه بس، على ثقة الناس فيه، وهذا الخوف ما زال مكرس عند أصمت رشيد، وما زال يبحث باستمرار عن حسن ظن الجمهور فيه وعن ثقة الجمهور فيه أكثر. وإن شاء الله بنشوفك في أعلى المراتب بإذن الله أستاذ أصمت. أهلا وحلال عليك، حلال عليك، وقدرت تلعب على قلبي، حلال عليك وحلال عليك، وأمنت لك وانت مكافي، حلال عليك حلال عليك حلال عليك، وقدرت تلعب على قلبي، حلال عليك وحلال عليك، وأمنت لك وانت مكافي، حلال عليك. استنى طيب ده الصبر طيب، استنى طيب ده الصبر طيب، يا ما بتروح تبكي دمع عينيك، حلال عليك. يلا يا حب وصال، لو وقت ايامي الحلوة وليالي العمر، وعشت وياك بغنوة يا حب وصال، الغنوة كنت ترنيها ويا يا وقت العبيها، الغنوة كنت ترنيها ويا يا وقت العبيها. واستنى طيب ده الصبر طيب، استنى طيب ده الصبر طيب، يا ما بتروح تبكي دمع عينيك، حلال عليك حلال عليك حلال عليك، وقدرت تلعب على قلبي، حلال عليك وحلال عليك، وقمت لك وانت مكافي، حلال عليك. واستنى طيب ده الصبر طيب، استنى طيب ده الصبر طيب، يا ما بتروح تبكي دمع عينيك، يلا سوا هوب. هو انت كده قاسي وبطل، استنى عليا حلوة عاد بكرة وتفنم، على كل ده انت هتندم، حلوة عاد بكرة وتفنم، على كل ده انت هتندم. استنى طيب ده الصبر طيب، استنى طيب ده الصبر طيب، يا ما بكره هتبكي دمع عينيك، حلال عليك حلال عليك حلال عليك، وقدرت تلعب على قلبي، حلال عليك وحلال عليك، وقمت لك وانت مكفي، حلال عليك. واستنى طيب ده الصبر طيب، استنى طيب ده الصبر طيب، يا ما بكره هتبكي دمع عينيك، حلال عليك، يا ما بكره هتبكي دمع عينيك، حلال عليك، يا ما بكره هتبكي دمع عينيك، حلال.
يا ما بكرة حتبكي دمع عليك حلال عليك. شكرا استاذ عصمت. في طلب تفضلي. استاذ عصمت في موال بتغني عن الحمامة ولقيت غيري ومن ماني عم بتذكره يعني، يا ريت تغني لنا اياه. عيني على عين يا أنا لقيت طيرة بتتألم ونار حمية بتكويه على عود الحطب وقفة وشوك الدنيا حواليه وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميه سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها قالوا للأم سايباها وابوها كمان ناسيها يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تطنيها ده لو هب الهوى ليلة مسير العود يميل بيها وقلت يا ربي ساعدني عشان اقدر انجيها شاورت بايدي ناديلها وجتني وخدت في ايديها بنيت العش في العالي عشان اقدر اعليها ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها وجبت من العسل شهد وعتن عشان تاكل واغذيها وجبت من العنب خمر عشان اشرب واسقيها وجبت الورد من البلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي أبخرها وأرقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار دريها وليلة في العشا جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها يوم حد عدى ولا مرة ندى وشاف عينينا إلا وقال ظلموا البنية واللي في عينيه ملقاش مودة ظلموا الصبية وراح وقال ظلموا البنية يوم حد عدى ولا مرة ندى وشاف عينيها إلا وقال ظلموا البناية واللي في عينيه ملقاش مودة ظلموا الصبية وراح وقال ظلموا البناية بنية أبدا ملغاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملغاش دواء ولا طبيب بنية أبدا ملغاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملغاش دواء ولا طبيب قالوا عالبنية وياما ياما قالوا للي فواها يا عيني مالوا قالوا عالبنية وياما قالوا للي فواها يا عيني مالوا وظلموا البنية يا عيني وكل الحكاية كل الحكاية عيون بنية. شكراً
شكرا للفنان نجم الغناء في سوريا الأستاذ عصمت رشيد، أمتعتنا وأفرحتنا معك، وشكرا جزيلا لحضورك لبرنامج منكم وإليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لعصمت رشيد. شكرا لكم، إن شاء الله كل عام وانتم بخير. نرجع للكاميرا الخفية، نرجع مرة تانية للكاميرا الخفية. المرة المقلب أو المشهد أو الموقف رح يكون مع أحد الفنانين المصريين يلي بتحبون وبتابعون في أكثر من مسلسل في تلفزيوني على الشاشة. الموقف كالتالي: زياد عامل منتج ومخرج بيستدعي ممثل ليتفق معه على عمل. بنشوف مع بعضنا هلأ الفنان محمد كامل، فنان المصري من القطر المصري الشقيق محمد كامل، كيف وقع ضحية زياد وجمال كمنتج ومخرج ليتفقوا معه كممثل. نتفرج مع بعض. اهلا وسهلا. يا هلا. استاذ زياد صحتوت من كبار المخرجين المعتمدين بشركه الفيصل. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا مرحبا. فرصه سعيده جدا. ان شاء الله مالك زمان واصل. لسه كده من شويه. اهلا. يا مرحبا. فرصه سعيده جدا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. لك عمل جميل. الله يخليك. شكرا. حقيقة أنا ولد قاهرة. الله يخليك. منورين. الله يخليك. كيف الأستاذ؟ إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. زي حضرتك أنت. الحمد لله. كيف الشغل؟ ماشي الحال. ماشي الحال. الحمد لله. الله يخليك. عفوا، شو بتحب تشرب أستاذ؟ أنا آخذ قهوة. قهوة؟ قهوة مضبوطة. مضبوطة. خلي سامي يجيب قهوة يا جمال. لا والله سامي بعته يصور سيناريو. هلا بنزل أنا. سامي. مشان. تفضل. كنا مشغولين بس عفوا ما في صحن يعني. تفضل تسلى. عم تسلى. ماليش في الحاجة. معلش ما بحبش. تفضل استاذ. تفضل. شكرا. شبرق لك بموزتين قبل ما يجي القهوه. تفضل كول موز قبل ما تيجي القهوه. شاغل مسرح استاذ؟ نعم. شاغل مسرح؟ لا، كان عندي مسرحيه وخلصت. ما ضل منها شيء؟ يعني ما ضل منها شيء هلا؟ ضل منها ازاي يعني؟ ما في خطه لانه ترجعوا تعرضوا؟ لا لا، خلصت خالص يعني. انتهى. خلصت خالص. جاهزيتك كيف للتصوير؟ جاهز يعني؟ جاهز. انا جاهز بس اعرف. طيب. الموضوع اعرف الموضوع. حضرتك هتعوزني قد ايه؟ المده اللي هتعوزني فيها؟ نحن شغله 10 ايام الفيلم. الفيلم كامل ومن بطولتك اكيد يعني. الفيلم بيخلص في 10 ايام؟ انا ما بالنسبه لي بنفس واحد بيكون طالع. ايه الفيلم بنفس واحد بيكون ناهي لك اخراج اي فيلم؟ اول مره اسمع المصطلح ده. مش فاهم حضرتك يعني ايه في نفس واحد. يعني شغلة سهلة يعني. انتو ما بتتخيل الأستاذ زياد كيف بيشتغل بأي طريقة. ما بتتخيل. ما في عندي. شغلة عظيمة جدا. هو الفيلم فيلم يعني وقت. لا لا، مو كتير طويل يعني، يمكن 3 ساعات مدته. هل تشوف يعني إذا بتحب تسأل ما بعد إذا مالك سائل. أنا أي نجم أي نجم بتشوفه، أي ممثل مصري سوري لبناني من أي مكان، بيكون 1 ستار بساوي 5 ستار. انا شغله بالنسبه لموضوع الاخراج مو شرط يعني. السيناريو يمو على جنب، الانتاج يمو على جنب. انا طب لما يم كل ده على جنب، امال هنخلي ايه؟ بفضل ايه؟ بفضل الاخراج بس. يعني الاخراج لازم في عوامل، في ممثل كويس، في نص كويس، ورق كويس، ايه ما بيهمه. دونت كير. يعني ممكن تخرج من غير موضوع. المهم في موضوع، بس المهم المخرج. المخرج اساس كل شيء. هلا هالبناء هذا مو له عباره، عبايد اساسات. الاساسات هي الاخراج طبعا. الممثلين الممثلين اي شيء يعني. بتجيب ممثلين امتى بدك، بس بتلاقي مخرج فز باي لحظه. اي ممثل بتقيمه بتنادي واحد ثاني. لا، ازاي الممثل بتقيمه؟ الممثل اصلا مش بغبغان يعني.
يعني أنا جاي عند أنت مخرج، أنا مع احترامي الشديد لحضرتك شكرا. ما بقدرش في الإخراج شكرا. وحضرتك ما بتسيب لي أنا حتة التمثيل واللي لا لا أنت ما لك علاقة نهائي لا أنت ولا أي ممثل، المهم أنا أمال أنا جاي أشتغل إيه؟ أنت بس بتعطي بتسلم حالك ورقبتك للمخرج والباقي أيوة. علي أنا وأنا مش جاي مش حتة ديكور هتحطني في ممكن في ممكن لا بتشغل ممكن تكون أي شيء يعني في أي حالة بدي إياها أنا أنت بتكون فيه لا لا احنا كده مختلفين لا ما مختلفين لا مختلفين معناها لا انت مالك ممثل وحضرتك مخرج لا ما تلغنيش انت حافظ لا ملغي بالنسبه لي ملغي ممكن اسال حضرتك سؤال دلوقتي انت حضرتك اخرجت فيلم الحديده ايه لو بقى الحقيقه ايه بثلاث كاميرات صورته في قد ايه قعدنا في 8 ايام لوكيشن واحد فقط بتاخد 8 ايام ثلاث كاميرات بتاخد كم علبه خيام سامي هات القهوه كم علبة خام يا استاذ انا تسيب اي حاجه دخن استاذ شيء بتدخن ها انا ما باخذ دخان بتدخن انت كم علبة خام طيب هات سامي هات القهوه بيستهلك 14 علبة بعد المونتاج بعد المونتاج الشرطه يعني ولي علب خام 14 وكان عندك مشاهد خارجي وداخلي لا كان شو انا اللي عندي مشاهد مين اللي عنده مشاهد انا عندي مشاهد خارجي وداخلي عندي عمل في كم فنان حسبناهم 114 فنان من مختلف الدول العربية إناثا ورجالا إيه؟ إناثا وإيه؟ ورجالا 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 حضرتك ممكن تسيب الموزة يا أستاذ زياد وتتكلم معايا تفضل أنا لغاية دلوقتي ما خدتش أي فايدة من القعدة يعني حضرتك عايز أنت تفضل استفيد أنا مش عايز موزة يا أستاذ مش عايز موزة انا مش عايز موز مش عايز موز انا مش جاي قاعد قاعد موز هي يا اخي ما هو اللي زيكم انتوا اللي بوظتوا السينما لما انت بادئ كلاكيت وتيجي دلوقتي عشان تخرج وبتتكلم معايا وتقول لي الممثل مش هتفضل مش عايز اتفضل اتفضل طيب مش عايز اشتغل معاك طيب لا مش هستريح هتلاقي مصلحتك كلاكيت ايه يا راجل تعصبتك بتجنن انت هتجنن هتجنني انت هتهبلني طول بالك اقعد بقى اعمل لي كده واعمل لي مش انا مش هشتغل معاك وانا هقول للاستاذ فيصل على فكره انت ليك حساب بعدين يا استاذ جمال مع الاستاذ فيصل مش معايا روح ادرسه اخراج وبعدين ابقى اتكلموا مع موسيقى اقعد اعمل لي بقى بتاع عصبتك وانفعالك طول بالك يا استاذ اخي طول بالك استاذ طول بالك لحظه شوي طب اتفضل سعادتك اسمع عايز ايه اتفضل الاستاذ عنده فيلم يا سيدي خلاص مش عايز اتكلم في الموضوع ده انا مش عايز اشتغل حضرتك مش تستفيد لا انت انت دلوقتي مخرج وصاحب مال يعني مو موضوع بس ايوه نتكلم بقى في دي جبت فلوسك منين اللي داخل بيها السينما انا انا بالاساس تاجر تاجر ايه اضافه للاخراج والاعمال بالاضافه للاخراج تاجر تاجر طبعا ايه طبعا تاجر ايه يا استاذ عندي محل إيه؟ فيديو محل ايه فيديو اشرط فيديو جبت فلوسك من ده بس الحمد لله تصدق ابدا انا شاكك في الموضوع ده لا ابدا ممكن مش عايز اشتغل معاك استاذ طول بالك روح افتح اي حاجه دخل عيونك حاكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حاكينا لولا عيونك ما جينا لا تزعل منا وتحتد دخلك اوعى تجافينا ويلي 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 لا تزعل يا ابن الناس يا الكلك رق او احساس لا تزعل يا ابن الناس يا الكلك رق او احساس البرنامج بالاساس ضحكه وبسم بيعطينا لا تزعل منا وتحتد دخلك اوعى تجافينا ويلي 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 هلا بدنا نحكي على الفن شوي ولو انه فيها شوي تنظير بس بيقولوا احيانا مثلا في فنان بيمثل في فنان ممثل ومخرج في فنان ممثل ومخرج وكاتب في فنان ممثل ومخرج وكاتب ومطرب بيغني في فنان ممثل ومخرج وكاتب ومطرب وراقص طيب الان عندنا ضيف يجمع هذه الصفات لكنه يتواضع عن ذكر انه فنان شامل ونحن ما بدنا نطلق عليه فنان شامل حتى ما يعني نكبر الكلمة أو نحمله مسؤولية هو مو حابب يحملها على كتافه نستنى مع بعض لنشوف مين جاي على الباب السلام عليكم
الفنان حسام تحسين بيك. نحن أستاذ حسام طبعا بعد أهلا وسهلا فيك ما قلنا فنان شامل حتى ما نسبب لك أحراج. أنت هذه بتحسها مسؤولية زايدة على كتافك. رح نقول الفنان المتنوع، شو رأيك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. أستاذ حسام تحسين بيك شيباته حلوين كتير وشواربه أحلى. نحن بنذكر للأستاذ حسام أكثر من عمل فني، لكن نحن ما لنا هلا بصدد تعداد الأعمال الفنية، لكن بالدرجة الأولى أول ما أذكر لحسام تحسين بيك بيخطر على بالي ألحانه الجميلة اللي أداها مجموعة من المطربين حتى في سوريا مهمين جدا، ما بدنا نذكر أسماء اللي هو بيذكره بيغنيها، حيغنيها أكيد، في مجموعة من الرقصات الجميلة كمان هو قدمها في أكثر من فرقة مسرحية وفي أكثر من استعراض وفي أكثر من أغنية وفي أكثر من فرقة للفولكلور والفنون الشعبية أيضا حيرقص لناها هلأ، وفي أكثر من مسلسل شارك كممثل وفي أكثر من عمل شارك كمعد وككاتب، وهذه ملحوظة لم يعني حتى الآن ما تسنى لأنه يظهرها بشكل كبير للجمهور، لكن قادمة بإذن الله. الآن رح نرحب فيك بطريقة العراضات وبطريقة ضرب السيف والترس باعتبارك فنان متنوع وصاحب تصميم رقص. لنشوف والله لو سمحتوا العراضة اللي عندي، بس يا ريت بسرعة شوي. أستاذ حسام عندك مانع تعملنا رقصة سيف؟ هاي المقالب ما قلت لكم هذا رقصة سيف شبكم في كانوا نحن كنا معتقدين انه يعني السيف الكبير، هذا السيف الصغير، هذول هن سيف اللعب، هذا سيف اللعب، سيف الديكور. طبعا ما حالعب لحاعمل شوية حركات قدام شباب ما بيطلع لي، يعني هن شباب وانا اختيار يعني. طيب شكرا استاذ حسام، لو سمحت تفضل لقدام شوي. هي الرقصه فولكلوريه عربيه صميم، عربيه صميميه طبعا. طيب هي في فرق بين مثلا منطقه الشام، منطقه حلب، منطقه لا حمص؟ بالنسبه للسيف كله منطقه واحده، بتبقى الاجتهادات طبعا، في ناس يعني فيها اجتهادات، ناس بتلعب احسن من ناس، اما هو السيستم واحد، الا انه الحلبيين عندهم الحركه البطيئه هي القضاء، يعني قضاء بيستعملوا حركه بطيئه على باثناء جوالهم، يعني هات ممكن ترس في ترس، يعني لما بيحوصوا بالسيف وطبعا هي حركه جميله جدا يعني، بس بياخذوا كله ببطيء، كله بيتحركوا فيه ببطيء، يعني في رجولة ووقار بالحركة. نعم. حبيت يعني أنا أرجيكم بس طريقة البطء تبعها. إيقاعها في بطء. بطيء الإيقاع. نعم. تبعها بطيء وبيستعرضوه بشكل بطيء، يعني بس في وقار وفي رجولة. أساساً هذه اللعبة إلى أحكامها يعني، وإلى حكام إلها، وإلى تقاليدها واحترامها، وما بيتجاوز شخص، ما بيتجاوز شخص أثناء المبارزة، والصغير بيحترم الكبير، يعني في إلى تقاليد. الشيء اللي ما بيعرفه الجمهور له علاقة بتصميم الرأس، هلا تصميم الرأس بياخد وقت يا ترى؟ يا
يعني انت مثلا بدك تصمم رأس الدبكة، طبعا كيف بتصير العملية؟ يعني اولا بياخذ الموسيقى وبياخذ الضغوط الإيقاعية فيها. نعم. واذا كان نحن بالنسبة لنا كفولكلور يعني في اساس ناخذ منه ما منشط فيه. والسماح؟ لا، السماح على فكرة ما له قواعد بدك تمشي عليها وما بيصير تغييرها ابدا. يعني قد الناس تشوف مثلا في لوحة للفنانين المصريين سماح وقد يحبوها الناس، لكن لما بيكون فيها خصر ما عاد سماح. السماح ما في خصر. صعب حركة السماح؟ صعبة؟ لا صعب، صعب بأوزانه، بأوزانه الموسيقية. صعب لكن... بأوزانه، مش قضية الحركة، في الأوزان تبع الحركة صعب. أما حركته بسيطة وتعتبر على الإيدين، يعني حركات الإيدين قليلة، حركات إيدين فوق، هذا يعني مش صعب، بده تمرين طبعا، لكن أوزان الخطوة هو صعب، لأن السماح بيعرفوا الموسيقي. طب مين في بيرقص دبكي أو بيرقص بالجمهور؟ مين؟ سماح مين؟ طب الآن إذا اخترنا حضرتك، تفضلي لعنا شوي، اتفضلي لو سمحتي. أهلا وسهلا فيكي. الاسم؟ دلال. دلال أنت من وين؟ من وين؟ يعني من وين من وين؟ من الشام. وفي دبكة شامية؟ لا أنا بعرف الدبكة الفلسطينية. الدبكة الفلسطينية، في لها مميزات الدبكة الفلسطينية أستاذ حسام؟ طبعا إلى طابع خاص طبعا، لكن المنطقة كلها ياتها، المنطقة العربية كلها قريبة كثير على بعضها بالحركات، قريبة كثير كثير على بعضها، وما في شيء اسمه منطقة فلسطينية أو سورية أو لبنانية، لأنهم يعتبروا منطقة واحدة. طيب دلال، لا إذا قلنا نشوف حركة صغيرة للدبكة، الأغنية يعني المعزوفة اللي أنت بترقصي عليها الدبكة تبعك شو هي؟ دلعونا. نسمع نشوف شوي من الدلعونا. انت بس اعملي خطوه، اعملي خطوه، اعملي أستاذ حسام. هي الدلعونة، هي الحركة بيقولوا أربع خطوات والخامسة ستة. العاد ستة. لا لاحظت إنه مشيت، يعني هي مشيت معها نفس المبدأ. هي الدلعونة الفلسطينية. الحركة نفسها نفس الشيء. بالشام نفس الشيء. تختلف بالزركشات الصغيرة،
يعني ممكن واحد يعملها عادة، هي ممكن يزركش بالكعب هون، عرفت كيف؟ يعني زركشات صغيرة بس المبدأ واحد. طيب ليش بتعرف شو أصل الدبكة؟ منين إجت الدبكة؟ كلمة دبكة؟ هي يمكن وأكيد، مو هي يمكن يعني وأكيد، من الدبك على الأرض، من الدبك. لكن في شغلة يعني إذا بنقدر بنقول تسمية كل شيء دبكة خطأ، لأنه الحركة إلى علاقة بالأرض. يعني ابن البادية ما بيدبك لأنه طبيعة الأرض عنده رمل، ما الرمل ما بيمشي عليه خطوة الدبك، بالقرية فقط. وهي من الدبكة، من الضغط على الأرض، جت صوت من الضغط على الأرض. لكن مثل ما قلت لك ابن البادية بيستعمل النقل، النقل بينقل، نقل 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 بينقل من رجله، لأنه فيه بالأرض رمل ما بتعطيه على الأرض، ما بتعطيه وقع نهائي. أيوة، الدبكة معناتها فيها إيقاها على الأرض مرتبطة بالأرض. مرتبطة بالأرض. طيب شكرا لجماعة العرض، الله يعطيكم العافية، تفضلوا. الأستاذ حسام تحسين بيك من الجزء الأول من البرنامج سجلت له الكاميرا الخفية مشهد لطيف ما بدول عنه مقلب، اللي هنشوفه مع بعض. هذا المشهد له علاقة فعلا بصميم عمله كمصمم ومنفذ رقصات فولكلورية وتراثية. طبعا لا يخفاكم أن الأستاذ حسام كثير من أعمال الفنان دريد لحام قام على تصميم استعراضاته الراقصة، صح الحكي ولا لا؟ مظبوط، كلها ابدا، كلها والمسرحيات كلها، كلها حتى مسرحيات فؤاد المهندس. طيب نتفرج مع بعضنا على المقلب اللي اكله الاستاذ حسام بالمره الماضيه. ما بدنا شيء خزعبلات يطلعوا اثنين على المسرح ينطوا مثل السعدين، هذا الشيء ما بيناسب اسم المكتب نهائيا هون. طبعا فبدنا شيء مدروس وفعلا شيء تراث. فنحن باختصار شديد بدنا ست رقصات. يعني هن بالاساس فرقه رائصه؟ ممكن يكونوا فرقه رائصه يعني. يعني مو ممكن، اذا مو فرقه رائصه ما حيقدروا يشتغلوا يعني رائصة. على وش رقص؟ يعني بمعنى يعني على طالع رقص، ما بمعنى اخر نحن بنختار اللي اجسامهم رشيقه لهن يسووا هاي الرقصه، هن ما حيكونوا محترفين حتما. هي القصه بتتعبلك شوي بس بتستفيد. والمبلغ بعتقد مجزي، يعني المبلغ ظريف وما بيختلف حتى بعد توقيع العقد، ولك مطلق الحريه والخيار في حال عذبوك الطليان. نحن كمان بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. حلمي عذبه خلاص، شو ماشي الحال. المهم انه يكونوا جيدين وقادرين يستقبلوا الحركه. طبعا جيدين مو جيدين، يعني حسب انت بدك تسويهم جيدين. لو جيدين كنا ما جبناهم. اذا معهم وقت بقدر دربونا، اذا ما معهم وقت شلون بتجربهم؟ لا في وقت، انا بضمن لك في وقت. انا كمدير اداري الا اذا انت بدك تشط فيها وتمط يعني الشغله. شو لعبه هي يعني؟ شغل بده يشتغلوا عندهم يعني، ما بده الشغله يعني حركه منك حركه من هون بتنتهي الرقصه. انا بساعدك بعدين، شو القضيه ما مو شغله صعبه يعني. الفريق الثاني السيد حسام، حسام الدين، حسام الدين شقدوفة. لا حسام الدين، تحسين بيت. تفضل. هي زهورات. عنوانك الدائم زهورات. معلش استاذ لما نجيب لك خلاص خلاص ماشي الحال. لما كان الفريق الاول ينوي القيام بعمل رقصات شعبيه فولكلوريه معي، خليك معي، تأليف السيد حسام تحسين بيت. عدهم عد المبلغ. هاي سلفة 50,000 ليرة. عدهم عدهم خلاص معدودين، حطهم بالضبط. لا سلم واستلم، الحق حق اخي، معدودين ما تطلع لي ناقص يعني 500. ايوه معقول نحن كمان نستلم؟ هلا اتفقنا معك نحن على ست رقصات نستلم خمسة. طيب. على البركة. ما استلمت شيء. استلمتوا سيدي؟ استلمت. شرف توقيعكم الكريم. لا بدك هون أي نسخة إذا؟ عشان تقرأ العقد هلا عمالك مع الأساتذة. السلام عليكم. الله معك. يا رضوان، إيه؟ اللي يوثقوا ويسجلوا بالمحكمة بكرة. على رأس. ما بدأ ما ي خلاص. ما يرجعنا. يعني مثل المرة الماضية ها. السلام عليكم. إنه هي أنا الزحوك يا ما بحبها بدو. فهلا أنا ممكن. ما شو المطلوب شو هلا المطلوب باختصار شديد تدرب الأستاذ زياد
إذا بدكم بدأ من هذه اللحظة وأنا هلا خلي لكم المكان. جاهز الصورة. إيه. حب خلي لكم المكان مشان أنا أتيسر. ممكن هلا أدربوا. شو دربوا هلا؟ خلاص. إيه مالي في عادي. العقد. لا تحرك. عندك هون لك. دربني إيه ما فيش أنا بساعدك. خذ راحتك معه. أنا ماشي مشان قوة إلا بالله أخي فهم علي. تفضل. وين موسيقى؟ على ايش دربه؟ ها؟ احنا عاملين حساب يا عيني. يلا شو بدك حرمي؟ ما في أليل من هيك خسر. اذا سمحتوا هي مصاري تبعكم وهي العقد انا حشقه وثقه صار بالمحكمة. صار بالمحكمة ما في مجال شغلة مو هي. اخي لا تجن مني انت وياه. انا هيك ما بعرف اشتغل بحياتي ما اشتغلت العام على العلقه. طيب نحن اخذناها القصه على الثقه. طيب ارجيني انت بيطلع بايدك تعمل حركه. شو ها رأي انت مثل مالك شايف مثل مالك موقع قصدي قلنا لك خليفه احسن هطقني انا. شو عم تسوي هون انت؟ رأى لك يا في حال تخلف الفريق الثاني عن القيام بعمله يحق للفريق الاول مقاضاته بمبلغ وقدره 500,000 ليره سوري. نحن الفريق الاول وانت الفريق الثاني. ها وانت بدك تنتقل. مو انت حسام تحسين بيك؟ ايه انا الفريق الثاني. يعني انا هلا بدك تنتقل 500,000. خلي العقد معك مجانين. يا بتعلمني الرقص انا جاهز انت مو جاهز. يا بعلمك الرقص يا بدفع 500,000. طب ارجيني بس حركه من حركاتك. على الثقه اعطيناك 50,000. من راسك لراسه انا راسي مليان. حط ايدي بيدك. اخي شوف بدي احط ايدي بيدك. خلص شو بدك انت؟ قوم ارجوني ارجيني شوف قوم انت ارجيني شوف ارجيني شوف شلون بدك تشتغل. شو بدي دق لك؟ اي دقه مشان ادبك لك؟ يلا دق اي شغله انت نقم لحالك وارجيني شوف شو حافظ. بس خلص خلص فهمت علي خلص. اخي ما بتزبط استاذ؟ روح اشتكوا علي. هي المصاري تبعتكم وهي العقد. في عقد استاذ وين وين طالع؟ يا احمد شوي تعال عند هيدو. ايوه استاذ. وقف هو ما تخلي الاكسجين يطلع من لا مش دافعين مصاري وموقع انت ولا بركي رح قاضيتني على طريقه البلطجيه. مو بلطجيه انت يا تعلمني راس يا اما شو بدي اعلمك مالك عرفان الله وين حاطه في البيت حبيبي في شرط جزائي. لا يا حق فهمت اخي احبسوني ما بدي اشتغل انا ما بدي لك يا اخي ما بدي. هلا اعتبر حالك موجود انا عازمك حفله الأبس تبع بيت حماية وحبيت تعمل لك فقشتين شو المشكله؟ هذا حكي اسمه بلا طعم. اول تفضل جي ما تطلع من هون. شو عم تحكي؟ شو يعني الاكسجين؟ لا بدي افهم شو يعني الاكسجين ما تطلع من هون. انت ليش معصب؟ الهواء يعني ماني معصبك يا اخي ما بدي. هلا انتم مو بدكم مدرب انا حلاقيكم مدرب لاقيكم مدرب وقت انا ابطل 50,000 قلت لك ليش وارجيني قبل ما تشوفني شغله من هذا اخي. انا بامنكم مدرب غيري. لا نحن مطلوب انت شو واحد ثاني ما بفيدني انا. لك انت استاذ معلش خليني اخذ هدي حالك وهدي حالك. حط لك اخي ما بدي اقعد انا خليني اشوف مع الاستاذ. شو بدي دايق خلقك فيها اخي؟ عم نحكي على الرقص عم نحكي على مجال شغله. ما عم تحاكي ما لك موزون انت عم تحاكي. كلامي حلو. عود شوي عود حلو كلامك ما في شيء. قعدنا نحمل عملنا هلا بس بدك مني شيء. طيب حميل معي هلا حميل حميل هلا. شو عم تعزل فيها؟ شو عم تيمو تحطه؟ لازم ما بدي شغله شيء عملي حركتين هلا. يعني انا هلا اذا انت عملت لك حركه انت بتعرف تعملها؟ طبعا. قوم شو امري هذا شو دق لو على الدق ما تقدر تشتغل هذا امري هذا بايدك اول الرقص حنين. طيب امري بايدك هلا ايمو هذا بايدك هيك انا جدي قلبي عندي اول الرقص حنجري. يلا استاذ لا قوة الا بالله. فعلا على حجم منك. طيب اعمل لي الحركة لنشوف كيف هي. شو عامل يعني؟ بدي اضمن شغلي عقد ومحامي واتعاب و... يعني انا اذا عملت لك حركه بتقدر تعملها؟ شغلي عملت اشوف هيك. طيب فيني اعملها على مراحي؟ مو الحق عليك مو الحق عليك، الحق علي علي انا اللي عم سايرك لانه لو ما كنت اجن منك ما بسايرك انا. استاذ هذا بدي اطول بالك انا قلت لك اياها
عن جد مو شغله صعبه بس انت يعني شو وحياه الله غير عد عد لاي رقم توصل للسبعه وين؟ بتعرف ليش جايبيني؟ إذا بتعرف تعمل كل هالحركات هي. لا، إحنا بدنا شيء جديد. أخي، أنا ما عندي لا جديد ولا قديم. أنتوا جماعة يبدو عليكم نصابين. صار دافعين لك مصاري وهي عقل. أنا مو معك عقل. هي عقل إطلاق. اشتكي علي. ليش اشتكي علي؟ شو الشغلة هيك مفكر؟ لم تشتكي علي؟ للشرطة. أنا الشرطة في قضاء في أحمد في. شو أحمد؟ شو احمد؟ شو مفكرين اذا احمد يعني شو احمد؟ قلت الحمام ومتطوع عمي وقف لي هون مثل ما قلت له ما تخلي الهيدروجين يطلع ريح شوي بس ليجي الزلمه عند المحامي رجعه نفسخ العقل لحق اخطط بالشنطه على خير شو تخطوه ما تخطوه؟ نفسخ العقل انت ويا مسخره روح هيك روح 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 هلا برقصة صغيرة حتعملي حالك شغلة وتحمل عادي يا اخي طول بالك لا جاي لي واحد قد الفرشة لك عمي بروح هيك بده يطلع روح هيك قايل لي هو بعد هيك بعد هيك شو شغلته تعال علمني بقول له هلا شو بدك شو بدك وكالة من غير بواب يعني انا البواب ما بدي علمني الي ما في عندي عندي بوادر الاولى خليه منك داخلي منك مزبوط عندي بدايات الرقص الصح ما شغله صعبه صعبه الرقص كثير لا فعلا فعلا قلبك يا احمد انا بخير غفني عمي لا عمي لا عمي عوض 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 طلعوا شوف بالك هي كاميرا خفية طلعوا في بالك ما بدها عصبية طلعوا شوف بالك هي كاميرا خفية طلعوا في بالك ما بدها عصبية بكرة بتتفرج على المقلب بتتذكر حالك كل الناس اللي شافوك بيقولوا نيالك بكرة بتتفرج على المقلب وبتتذكر حالك كل الناس اللي شافوك بيقولوا نيالك تتهنى بهالمقلب والله ويا ريتني خلالك تاخد 50,000 وتعلمني الرقص ما شفت كنت لحقت اليوم معقول هذا المقلب كيف اكلته تفضل استاذ حسام على المسرح مره ثانيه هو الحقيقة الموقف فعلا يعني صعب والمعروف عن الأستاذ حسام طولة باله وهدوءه وأخلاقه العالية بالمناسبة يعني أنا هي مو شهادة مني هذا معروف عنه فعلا في الوسط الفني إجمالا يعني يعني نادرا ما يحكي كلمة حلوة عفوا كلمة مو حلوة فمنيح منه تحمل فعلا البرادة تبع زياد بس هن فعلا لقطوه بموضوع العقد لأنه موضوع العقد على فكرة فعلا بيلزم الطرفين وهذا موضوع في قضاء ونيابة ومشاكل وأحمد فوق منا كمان بالمناسبة أزاك شيء أحمد شفته حملك لكن عصرك اللهم صلي على النبي عرض الباب طب هو كان موضوع العقد بالبداية شو هو بدنا جايبين فرقة من إيطاليا بدي يعني وانت مشيت عليك انك حتدربون على الرقص تحاليم بدنا نعملوا هن يعني تصوير لمجموعة لوحات استعراضية عمل ايه طلع اللي بده يدربهم بعدين بالمناسبة شو رأيك برقص زياد؟ لا اللي أحلى منه أحمد أحمد زخ وفقشلي هيك تفضل أنت عم ينصى لهون أنا رح أنزل للجمهور والجمهور هلأ السؤال له مباح تماما لكن قبل ما نخلي الجمهور يسأل إذا حدا حابب من هلأ أنه الأستاذ حسام يغني غنية من أغانيه طبعا ناتالي ناتالي شو حكايتها هي ناتالي استاذ حسام هي حكايه حقيقيه الانسان اللي حبيته انا وبعدين اصبحت فيما بعد زوجتي مو بنت عرب واهلها ما رضوا يعطوني اياها وبعثوها لبلادها هي من جورجيا كانت تابعه للاتحاد السوفيتي هي على خط تركيا من الشمال يعني وحسيت انا انه
بعتانا لبلادها هو ابعادها عني يعني، وحسيت انه ما حترجع. فقلت لها شهر عندك، شهر ويوم انسي الموضوع. فعلا هي بعد شهر رجعت، وانا بهذا الشهر وقت اول ما سافرت طبعا قلت اغنية نتالي، يعني عملت اغنية نتالي باعتبار حسيت انه ما حترجع. عظيم جدا. لو كان كل العاشقين امثال الاستاذ حسام تحسين بيك لم تلقت الدنيا غناء الحقيقه. شكرا شكرا. كان ما حدا تجوز؟ استاذ حسام تجوزت لنتالي؟ نعم. هي زوجتك هلا؟ نعم. عظيم جدا، الف مبروك ان شاء الله. شكرا. هذا نتالي تعتبر النشيد الوطني في البيت معناتها. طبعا. طيب نسمع نتالي مع بعض لو سمحت. نتالي قطعت خبارها ما تشوفك عين، قالوا لي بعيد سفارها، قالوا بلادها زين، يا من ياخذني دارها تبوس منها الجبين. رحت انا رحت بصارة، قالت برجك فين؟ برجي بالسما ومعلق بنجمة، برجي بالسما ومعلق بنجمة. قالت يا خسارة هوني كفوف بالمدارة، ما يلتقوا نجمين. نتالي حظي بالهوى أعشقنا الغريبة، ما ينفعني الدواء إلا عناق الحبيبة. حظي بالهوى أعشقنا الغريبة، ما ينفعني دواء إلا عناق الحبيبة. صبار قلبي سنة وما يزيدها يومين. وجه القمر ليها وبتضوي كل دارة، وجه القمر ليها وبتضوي كل دارة. لو يرجع نهارا واصطبح بيها عيونا من نارا، تحسبها شمسي. استاذ حسام تفضل.
لو سمحت استاذ حزام، تعرفنا على عمرك الفني. 30 سنه. 30 سنه ان شاء الله العمر كله. تفضلي. شكرا. استاذ حسام، اول اغنيه غنيتها شو هي بدايتك الفنيه؟ بس انا مو مطرب ولا قادر اساسا على الغناء، ممكن كون بادي اداء فقط. استاذ حسام، خلال مسيرتك الفنيه اللي هي 30 سنه حكيتها، هل انت راضي عن الكم الفني اللي قدمته خلال 30 سنه؟ وهل ارضى طموحك؟ اولا اخي الكريم، انا معلش يعني اعذروني، انا ما انسان ما عندي طموح نهائي. قد تستغرب بهذا الحكي، وانا كسان كثير وغير مجتهد ابدا، وبايدي اعمال كثيره، واهلي بيلوموني، واولادي ومرتي واللي حوالي كلهم، انه ليش ما عم تقدمها. ما في طموح. ما بقدر اقول لك انه انا شو رضيان ولا مو رضيان. اساسا انا بمسيرتي الفنيه انا ما بعرف كيف. ومثل ما كان عم يقول الاستاذ عباس، انه انا متعدد المواهب يعني، لكن الحقيقه بتعرف اللي اللي بده يقلد الحجله، لا قدر يقلد الحجله ونسي مشيته. انا هيك تماما، ما حققت من كل اللي بعرفه شيء بعتبر انا انه ذو قيمه مضبوطه، ما حققت. بس انا بعتقد عليك استاذ حسام، انت حققت شيء ذو قيمه عاليه، مو بس ذو قيمه مضبوطه، ذو قيمه عاليه جدا. محبه الناس لك عبر تنوع فنونك ومواهبك. الله يخليك ويخليهم. انا بنسى عبر 30 سنه شفناك بأدوار كثيرة مع فنانين تاني، بس عمل خاص فيك مع الفرقة أو عمل استرادي مثلا لحد الآن ما شفناه، يعني ما راودتك الفكرة أو ما حابب تعمل هيك شيء مستقل فيك طبعا. أختي الكريمة، استرادي. أختي الكريمة، أنا شكلت فرقة زنوبيا وعملت لها عمل استرادي كبير جدا أول ما شكلتها، ولاقى من الصحف الكثير يعني، وأنا مدرب بفرقة أمية، وكنت مدرب بفرقة التلفزيون اللي حكيت عليها السحدسوة. أنا لحالي بس ما عملت فرقة بالكم اللي تماثل الفرق هذيك، لكن أنا عندي فرقة لكن بحجم صغير، بشكل نقدر نأدي بمسلسلات أو نعمل عرض بحدود الساعة مو أكثر. أستاذ حسام، إذا ما كنت ممثل أو مدرب الرقص فماذا تحب أن تكون؟ مصمم ديكور. تفضلي. أستاذ حسام، ما هو الدور الذي ترك انطباعا في نفسك حتى الآن؟ هو المرحوم من مسرحية شقائق النعمان. شكرا للأستاذ حسام تحسين بيك على حضوره إلى برنامج منكم وعليكم والسلام عليكم. وشكرا لزياد سحتوت وجمال شخدوحة بطلي الكاميرا الخفية. وشكر جميل لفرقة النجوم بقيادة نجم الموسيقى الأستاذ هادي بقدونس. وشكر مرصع بالنجوم ايضا للفنان الاستاذ حسام تحسين بيك نجم هذه الحلقه. وشكرا لكم جميعا في البيوت وحضورا في المسرح اعزائي المشاهدين، والى اللقاء.